بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على نبيه الامين واشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله. ازيكم يا شباب؟ نحاول بقى باذن الله نراجع على المنهج في صوره اسئله، او بمعنى صح لما نحل مذكره المراجعه ديت هنحاول نغطي معظم افكار المنهج. بكل بساطه احنا هنجيب السؤال وهنحله، وهعرفك ازاي تحله ازاي وطريقه انك تتعامل مع السؤال، وفي نفس الوقت هنفصصه وهنقول كل ما يتعلق به في المنهج. يعني بالتالي انا عملت لك كويك ريفيشن او عملت لك كويك ميمورايزيشن، نشطت المنهج في الذاكره بتاعتك. طب تعالوا بسرعه سريعا نحاول نبدا اول سؤال عندنا عشان بس الوقت ما يسرقناش. بيقول لك عندك عباره عن عمليه تكوين او تحويل حمض البيروفيك اسيد او البيروفيت الى اسيتيل كوي. مبدئيا العمليه دي تعالوا نفتكر مع بعض، كان اسمها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. دي كانت عمليه ريفرسبل، مكانها فين؟ كانت بتحدث في الميتوكوندريا. طب تعالى نشوف الاختيارات. قال لك هل هي ريفرسبل؟ ده انا لسه قايل لك من 3 ثواني الريفرسبل. طيب هل هي بتشمل مشاركه حمض الليبوبيك؟ والله ما نعرفش، ركنها للاخر. طب هل بتعتمد على انزيم مساعد وهو اسمه البيوتين؟ برضه ما نعرفش. طب قال لك بتحدث في السيتوبلازم؟ ده انا لسه قايل من شويه بتحدث في الميتوكوندريا. يبقى استبعد الاختيار رقم ايه واستبعد الاختيار رقم دي. طيب عشان نوضح الحاجه ضيف لي المعلومتين دول عندك. الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن بتعتمد على الليبوبيك اسيد، الجلوكونيوجينيسيس بيعتمد على انزيم مساعد هو اسمه البيوتين، والمعلومتين دولت انا رابط لك ما بينهم وما بين بشري تجنبا لو حب يخطف او يبعد بره هيلعب في الحتت دي. طب يبقى في الحاله ديت احنا كده عرفنا ان البيوتين مستبعد، لاننا بنتكلم في الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، اذا هو بالتالي بيعتمد على حمض الليبوبيك او الليبوبيك اسيد، يبقى بالتالي الاختيار رقم بي هو الاختيار الصح. طب تعالوا ننزل على السؤال رقم 2. بيقول لك عندك عمليه تصنيع الجلوكوز من البيروفيت. تصنيع الجلوكوز يبقى اسمها جلوكونيوجينيز. طب عمليه الجلوكونيوجينيز كانت بتحدث في السيتوبلازم وبتحدث في الميتوكوندريا. طب قلت لك من شويه بتعتمد على انزيم مساعد او كوينزيم هو اسمه البيوتين. طب تعالوا نشوف الاختيارات. قال لك رقم 1 بتتطلب مساعده البيوتين، صح، يبقى الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصحيح. طيب تعالوا نشوف بقيه الاختيارات. قال لك بتحدث فقط اكسكلوزيف في السيتوسول او في السيتوبلازم، لا ده بتحدث في السيتوبلازم وبتحدث في الميتوكوندريا. قال لك بنعرف نوقفها او نقللها باستخدام الانسولين انهبيتد باي ذا انسولين، قال لك لا ده هي انهبيتد باي ذا جلوكاجون وبتتنشط باستخدام الانسولين. طب قال لك بتتطلب اكسده واختزال الفاد، لا ده احنا كنا بتتطلب اكسده واختزال الناد بي اتش اتش. طب في الحاله ديت الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصح. طب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك عندك ايا من هذه الاختيارات بتتوقعه بالنسبه لي انزيم البيروفيت كاينيز ديفيشنسي، يعني نقص بيروفيت كاينيز. طب مبدئيا ايه هو انزيم البيروفيت كاينيز؟ قال لك ده هو عباره عن الانزيم المسؤول عن عمليه الجلايكوليسيس، من الانزيمات المسؤوله عن العمليه دي. طيب قال لك كمان بكل بساطه لازم تبقى عارف ان عندك الجلايكوليسيس هي المصدر الاساسي للطاقه في خلايا الدم الحمراء، لان انت عارف ان الميتوكوندريا هي مصدر الطاقه في الخلايا، بس خلايا الدم الحمراء لا تحتوي على ميتوكوندريا، اذا بالتالي هي بتاخد طاقتها من عمليه الجلايكوليز. اذا وانا قايل لك ان البيروفيت كاينيز هو المسؤول عن الجلايكوليز، اذا البيروفيت كاينيز موجود الجلايكوليز هتحصل، خلايا الدم الحمراء هتاخد الطاقه. طب البيروفيت كاينيز قال لي وحصل فيه ديفيشنسي، يبقى بالتالي عندك الجلايكوليز مش هيحصل، فخلايا الدم الحمراء مش هتاخد طاقه، معنى انها مش هتاخد طاقه تبقى هتتكسر فيحدث انيميا. ودي الكلمه اللي انا عاوزها، اول ما تشوف بيروفيت كاينيز ديفيشنسي دور على كلمه انيميا في الاختيارات وامسكها خدها في حضنك واختارها. يبقى بالتالي تعالى نشوف الاختيارات. قال لك رقم 1 بتزود معدل تكوين حمض اللاكتيك في خلايا الدم الحمراء، معنى ان حمض اللاكتيك تجون، يبقى بالتالي ديت تبقى بالتالي انايروبيك جلايكوليز، يعني حصل جلايكوليز في صوره تنفس لهواء. لا ده انا بقول لك ما بيحصلش جلايكوليز، يبقى الاختيار رقم ايه مستبعد تمام. طب قال لك هيموليتيك انيميا، طبعا ده انا قايل لك اول ما تشوف بيروفيت كاينيز ديفيشنسي اختار انيميا. طب يبقى الاختيار رقم بي هو الاختيار الصح. طب تعالى نشوف بقى الاختيارات. قال لك بتقلل نسبه تحويل الاي تي بي الى اي تي بي، يعني معنى صح بتقلل نسبه بناء الطاقه. انا قايل لك اصلا العمليه مش بتحصل، فبالتالي ما فيش طاقه بتطلع، يبقى الاختيار رقم سي غلط تمام. طب الاختيار رقم تي، قال لك بتزود الفوسفوريليشن، يعني بتحول الجلوكوز الى جلوكوز التفسفين، يعني معنى صح ده معناه ان عمليه الجلايكوليز بدات تحصل، بدات تشتغل، وانا قايل لك ان الجلايكوليز وقفت، يعني معنى ان البيروفيت كاينيز ديفيشنسي ناقص انزيم البيروفيت كاينيز معناها اكتب كده نو جلايكوليز، يبقى اي حاجه تخص عمليه الجلايكوليز اشتلها من الاختيار توقفها، يبقى بالتالي قلت لك هو هيموليتيك انيميا. اتمنى تكون فهمت بتعرف ازاي تتعامل مع السؤال، واتمنى الملاحظات اللي بقولها لك تكون بتسجلها جنب السؤال في المذكره وانا قاعد بتكلم معاك. طيب قال لك لما انت بتختزل الجلوتاسيون في خلايا الدم الحمراء بتختزلها ليه؟ بكل بساطه احوار انك بتختزل الجلوتاسيون، قلت لك انك عندك في جسمك بيبقى موجود في بعض المواد الضاره اسمها اوكسيدايزد ايجنت، من امثلتها فوق اكسيد الهيدروجين ال H2O2. طب بنعمل ايه؟ قال لك من خلقه ربنا عليك او من فضل ربنا علينا، قال لك بنجيب الناد بي اتش اتش وبنضيفه الى الجلوتاسيون. عظيم جدا يا دكتور، عظيم جدا. قال لك الجلوتاسيون بياخد الهيدروجين بتاع الناد بي اتش اتش، طيب لما بياخد الهيدروجين بتاع الناد بي اتش اتش ايه اللي بيحصل؟
قال لك بيرتبط بيه وبالتالي بيروح يشتري الاكسدايزنج ايجنت. اذا في الحاله ديت هو بيستهلك ناد بي اتش اتش عشان يتخلص من الاكسدايزنج ايجنت. ده كله كان بيحدث فين؟ في الاتش ام بي بتاع البنتوز باسوي او الاكسوز مونو او بتاع الاكسوز مونو باسوي. ما علينا من اسم العمليه. يبقى قال لك رقم واحد، هل هو بينتج ناد بي اتش؟ ده انا بقول لك بيستهلك ناد بي اتش، يبقى الاختيار رقم ايه خطا. قال لك بيقلل الميت هيموجلوبين اللي بتحول الى هيموجلوبين، لا ملهاش علاقه اصلا ما قلناهاش. طيب قال لك بينتج النات اتش، انا بقول لك ما بينتجش هو بيستهلك. طب قال لك بيقلل الاكسدايزنج ايجنت وبالتالي اللي زي الاتش 2 او 2 في اكسيد الهيدروجين، يبقى صح الاختيار رقم دي هو الاختيار الصح. وفي الحاله ديت هو بيحمي، ركز بقى الجمله ديت، بيحمي خلايا الدم الحمراء من التكسير من الهيموليز. يبقى الجلوتاسيون لما بيكون موجود مع النات بي اتش بيحميها من انها تتكسر. ليه؟ لانه بيشتري المواد الضاره الموجوده فيها. طب خش على السؤال بعد كده. قال لك الجلايكوجين بيبقى موجود في كل خلايا الجسم ما عدا خلايا المخ البرين. عظيم جدا، عظيم. ده سؤال مهم عشان خاطر الام سي كيو. طيب العمليه بتاعت الجلايكوليز قال لك بتتنشط بيه. تعرف لي ان الجلايكوليز ديت عباره عن عمليه ريفرسبل، وقال لك بكل بساطه بتعتمد على اربع انزيمات: جلوكوكاينيز، هيكسوكاينيز، فوسفوراكتوكاينيز، وبيروفيت كاينيز. طب ايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها؟ قال لك عندك هرمون الانسولين بيزود عمليه الجلايكوليز. طيب هرمون الجلوكاجون والابنفرين بيقلل عمليه الجلايكوليز. اذا كده انا قلت لك كل ما يخص عمليه الجلايكوليز. طب تعالى نشوف الاختيارات. قال لك بتتنظم بيه انزيم الهيكسوكاينيز ولا الفوسفوراكتوكاينيز ولا البيروفيت كاينيز ولا كل ما سبق اول اوف ذا باف؟ لا طبعا اول اوف ذا باف، كل الانزيمات دي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك انت عندك الميتابوليك ابنورماليتيز، هي الحالات الغير الطبيعيه اللي بتحدث في مرض السكر او الدايبيتيك ميلايتس. كل ده بيحدث ما عدا، طيب كل دول بيحدثوا ما عدا. قال لك رقم واحد انك عندك، انا قلت لك ان شخص عندك سكر، صح ولا غلطان؟ رقم واحد نسبه الدهون عندك بتبقى عاليه، نسبه السكريات عندك بتبقى عاليه، صح ولا غلطان؟ صح. طب ما تيجي نشوف. قال لك اول اختيار انك عندك زياده نسبه الفري فاتي اسيد، يعني نسبه الدهون اللي بتتكسر في جسمك كبير. لا، يبقى الاختيار رقم ايه معانا؟ طيب قال لك بتزود نسبه البيروفيت كاربوكسيلس انزيم. تعال استنى نشوف الحته ديت بعدين. طب قال لك بيقلل عمليه اللايبوجينيسيس، صح. ما اللايبوجينيسيس معنى انك بتعمل عمليه لايبوجينيسيس، انت كده بتتخلص من الدهون اللي موجوده في جسمك وبعدين بتبنيها. اذا لا، ده احنا عاوزين نكسرها عشان تبقى منتشره في جسمك بكميه كبيره جدا. طب قال لك بتقلل عمليه الجلوكونيوجينيسيس، لا ده انت بتزود الجلوكونيوجينيسيس عشان يبقى فيه جلوكوز كتير موجود في جسمك. ما مرض السكر دهون كتير وسكر كتير. يبقى في الحاله ديت لو انت جيت تستبعد يبقى الثلاث اختيارات صح ما عدا الاختيار رقم بي اللي هو البيروفيت كاربوكسيليز اكتيفيت. طيب السؤال رقم 8 بيقول لك ايا من هذه الاختيارات هو عباره عن الانزيم اللي بيتحكم في عمليه الجلوكونيوجينيسيس. قال لك ديت اعرفها، وهو عباره عن انزيم البيروفيت كاربوكسيليز. هو ما هوش عليك بس اعرفها عشان خاطر ام سي كيو احتياط. طيب عاوزك تعرف ايه كمان؟ انك تعال نخش بقى على السؤال بعد كده، السؤال رقم 9 بيقول لك عندك ايه هما الحالتين. قال لك في كلا الحالات اللي بيزيد فيها عمليه الجلوكونيوجينيس. تاني ايه هي الحالات اللي بتزيد فيها العمليه بتاعت الجلوكونيوجينيس؟ لو انت تفتكر الحته بتاعت الرينال ميكانيزم اللي كانت في اخر المذكره بتاعت البيزك بتاعت الكربوهيدرات، كنت بقول لك حاجه جميله جدا، ان الكليه في الانسان السليم بتدعم الجلوكوز وبتحافظ عليه عن طريق انها بتزود 50% منه في حالات الدايابيتس وفي حالات الاسترفيشن. عظيم جدا، عظيم. يبقى تعالى نشوف الاختيارات. يعني بمعنى صح الجلوكونيوجينيز بيزيد فين؟ قال لك بيزيد في مرضى السكر والناس اللي عندهم تصلب الشرايين. لا، تصلب الشرايين مالها؟ ده تصلب الشرايين يعني بيزيد فيها الدهون. لا ابعدها. طيب قال لك بيزيد في الناس اللي بقى عندهم الاكل والسيروتوكسوسيس، ملهاش علاقه خالص. طيب قال لك بيزيد في الناس اللي عندهم مرض السكر والمجاعات، صح. يبقى الاختيار رقم دي هو الاختيار الصح، وده كانت الرينال ميكانيزم. طيب في الناس اللي بيشربوا كحول وسجاير كتير، لا ده اللي بيشربوا كحول وسجاير كتير بيحرقوا، بيكسروا الطاقه اللي بتبقى موجوده في الجسم، فبالتالي اللي كانت تبقى المفروض تفتلت المفروض جلايكوليز. يبقى الاختيار رقم سي هو الاختيار الصح. طيب السؤال رقم 10 بيقول لك عندك لما تيجي تصنع الجلوكوز من الامينو اسيد، العمليه دي اسمها ايه؟ قلت لك بكل بساطه سينثيسيس اوف ذا جلوكوز. سينثيسيس اوف ذا جلوكوز معنى ان قلت لك تصنيع الجلوكوز جلوكونيوجينيسيس. طيب تكسير الجلوكوز جلايكوليزيس على طول، ما تبصش حتى ايه اللي جاي بعد كده. فقال لك انت عندك جلوكونيوجينيس هو الاختيار الصح. طب انت ممكن تتلبخ ما بين الجلايكوجينيسيس وما بين اللايبوجينيس. الجلايكوجينيسيس واللايبوجينيسيس هو مش تصنيع، ما انتش بتصنع الجلوكوز، ده ديت بتخزن الجلوكوز. يعني لما الجلوكوز بيزيد عن معدله الطبيعي في خلايا كبد العضلات، في الحاله ديت بتخزنها في صوره جلايكوجين، يبقى جلايكوجينيسيس. طب لما الجلوكوز بيزيد عن معدله الطبيعي في خلايا الدهون في الاديبوز تيشو، بتخزنها في صوره
الليبيدز ودهون تبقى لايبوجينيز. يبقى اللي جبت السؤال الصح هو الاختيار رقم بي، لانه قال لك تصنيع الجلوكوز، لانه قال لك تصنيع ايه الجلوكوز. طب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 11 بيقول لك عندك قبل ما البيروفيك، بيقول لك عندك قبل ما البيروفيك اسيد يدخل دوره بتاعت كريبس او التي سي اي سايكل، قال لك بكل بساطه لازم يتحول الى، طيب قال لك لما يخش التي سي اي سايكل قال لك بيتحول الى اسيتايل كو اي، بيتحول الى اسيتايل كو اي، وديت كانت البريباراتوري ستيج، ديت اسمها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن اللي كانت بتحصل في الميتوكوندري، كانت المرحله الاولانيه او بنسميها بريباراتوري ستيج تو ذا كريبس سايكل. اللي كان عندك البيروفيك اسيد بيتحول الى اسيتايل كو اي، يبقى الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصح. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك عندك الخلايا اللي عندها اعلى معدل من الجلايكوجين. انا عارفين ان الجلايكوجين بيتخزن فين؟ في خلايا الكبد وفي خلايا العضلات، يبقى بالتالي الليفر جلايكوجين والمصل جلايكوجين. وافكرك ان الليفر جلايكوجين كنا بنستخدمه عشان نحافظ على مستوى الجلوكوز الموجود في الدم، مينتين جلوكوز ان ذا بلاد هيموستاسيس اوف ذا جلوكوز. طيب المصل قال لك لا، كنا بنستخدمه عشان ننتج الطاقه از فول تو برودكت ذا اي تي بي، اي تي بي برودكشن. وكان في مقارنه شهيره جدا ما بين المصل جلايكوجين والليفر جلايكوجين، تنسالي اسمك وما تنساهاش. طب قال لك عمليه الجلوكونيوجينيز بتزيد في كل الحالات الاتيه. بكل بساطه الجلوكونيوجينيز قلت لك فوق مش بتزيد فين؟ في حالتين، في حاله الدايابيتك ميلايتس وفي حالات الاستارفيشن. يبقى شوف الاختيارات واحده منهم، لا اول الاختيار رقم بي هو الدايابيتك ميلايتس. ركز دايابيتك انسيبيدس ودايابيتك ميلايتس، ممكن بلبختك في الامتحان ما تركزش، لا هي الدايابيتك ميلايتس. طيب السؤال رقم 14 قال لك عندك الفيزيولوجيكال جلوكوز يوريا بتبقى موجوده فين؟ بكل بساطه السؤال ده اجابته اليمنتري جلوكوز يوريا. طيب عشان اعرفك الفرق ما بين الاليمنتري جلوكوز يوريا والرينال جلوكوز يوريا يبقى هنخلص الفيديو، ملوش لازمه، فالسؤال ده ماهوش عليك، عاوز تحذفه احذفه، عاوز تحفظه بس كده احتياطي احفظه اليمنتري جلوكوز يوريا، ماهوش وقته اللي احنا نقعد نفصصه بالتفصيل المهم. طيب ثانيه بس، تمام. بيقول لك عندك عدد جزيئات الاي تي بي، صح كده السؤال رقم 15، ايوه عدد جزيئات الاي تي بي اللي بتنتج من الاكسده بتاعه الاسيتايل كو اي في دوره كريبس. طيب معروفه جدا او مشهوره جدا بتكون 12 جزيء اي تي بي، 12 جزيء اي تي بي، وده سؤال امتحان. السؤال ده باذن الله بنسبه 90% جاي لك بكره، بتاع هيجي لك بكره يا اما ال 12 اي تي بي او هيجي لك اللي بينتج من البيتا اوكسيديشن اللي هو 129 اي تي بي بتاع البالميتيك اسيد، واحده منهم جايه لك، وابقى افتكرنا بكره وانت قاعد في الامتحان باذن الله، ده لو جت يعني. طيب هديك حبه معلومات، كان بيقول لك بكل بساطه ان العمليه ديت بتاعه دوره كريبس قال لك بتحدث في الميتوكوندريا ولكن ما عدا خلايا الدم الحمراء ما عدا الار بي سي. طب هدفها انك كنت بتاكسد الاسيتايل كو اي عشان تدي في الاخر سي او 2 و اتش 2 او وطاقه، ثاني اكسيد الكربون وميه وطاقه انرجي اي تي بي. افتكر النواتج ديت ممكن يجيبها لك في الام سي كيو. طيب يبقى هي الاجابه رقم دي 12. طيب السؤال رقم 16 بيقول لك عندك عمليه انتاج البنتوز بتحدث فين؟ بتحدث في، قال لك بتحدث في البنتوز باسويشن. طب يا دكتور مش موجود عندي، قال لك لها اسم تاني اسمه هيكسوز مونوفوسفيت باسوي، شوف مين اللي موجود فيهم عندك واكتبه. قال لك فعلا اتش ام بي هي اختصار هيكسوز مونوفوسفيت شنط، بالاختيار رقم ايه والاختيار الصح. طيب ايا من هذه الانزيمات بيتطلب ليه عمليه الجلايكوليز؟ انا قلت لك من شويه ان الاربع انزيمات بتاع الجلايكوليز هم الجلوكوكاينيز والهيكسوكاينيز والفوسفاركتوكاينيز والبايروفيتكاينيز. مين فيهم اللي موجود عندك هنا؟ قال لك هو البايروفيتكاينيز، يبقى الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصح. طب خش على السؤال رقم 18 قال لك عندك الجسم بتاعك بياخد البنتوز منين؟ لسه قايل لك من شويه من عندك البنتوز باسوي اللي هو انت عندك هيكسوز مونوفوسفيت باسوي، يبقى الاتش ام بي شنط نفس السؤال اللي فوق. طيب قال لك ايه هو الانزيم اللي بيتطلب عمليه الجلايكوليز؟ السؤال ده مكرر، هي البايروفيت كاينيز. طيب السؤال رقم 20 بيقول لك اي من هذه الانزيمات الاتيه بيتطلب عشان الهيكسوز مونوفوسفيت باسويشن، الانزيم ده عباره عن الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز، وده مهم جدا جدا جدا. الجي 6 بي اللي لما كان بينقص كان بيجي لك انيميا الفول، فاكرها الهيموليتيك انيميا. ليه؟ لان ده الموضوع بتاع الجلوتاسيون، لما كنت بقول لك ان النات بي اتش بينقص فبالتالي الجلوتاسيون ما انتش هتعرف تختزله، فما انتش هتعرف تتخلص من الاكسيدايزد ايجنت، فبالتالي هيحدث عمليه انيميا. يبقى انت عندك انزيمين بيسببوا حدوث انيميا، رقم واحد اللي هو انت عندك البيروفيت ديفيشنسي، انزيم البيروفيت ديفيشنسي بيسبب انيميا، وعندك الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي بيسبب انيميا برضه. الاثنين دول تعرفهم عشان خاطر الام سي كيو. طيب السؤال رقم 21 بيقول لك عندك البوليوريا بتحدث فين؟ السؤال ده معلش عدله لي، الاختيار رقم ايه والاختيار الصح؟ دايابيتك ميلايتس. بالرغم على فكره ان برضه الدوريه الاسهال بيحدث فيها برضه ان بوليوريا وتدخل الحمام كتير جدا وتنزل.
قال لك الكثافه بتاعه البول بتزيد امتى والكثافه بتاعه البول بتقل امتى. قال لك عندك الكثافه بتاعه البول بتزيد في حالات السكر وفي حالات الجفاف. طيب الكثافه بتاعه البول بتقل امتى؟ قال لك بكل بساطه في حاله واحده فقط، وهو في حاله الاكيوت جرومر نفرايتس. طيب تعال نشوف الاختيارات. قال لك عندك امتى كثافه البول تبدا تزيد؟ قال لك بكل بساطه معناه لما يكون عندك مرض سكر، سواء كان دايابيتك ميلايتس او دايابيتك انسيبيتس، او لما يكون عندك جفاف في جسمك، فبالتالي الميه اللي في جسمك هتبقى ميه شحيحه، فبالتالي هتبقى كثافتها عاليه جدا. طيب الاختيار رقم دي لا، لا لما يكون عندك اكيوت جلومو رولو نفرايتس لا ده مش معانا. طب يعني ايه كثافه البول تبدا تزيد؟ معناه ان البول يبدا يظهر فيه سكر او يبدا يظهر فيه جلوكوز. ده بيحدث امتى؟ بيحدث لما يكون عندك مرض سكر، لما يكون عندك جفاف في جسمك، فيبدا السكر في جسمك يتكسر. لكن اكيوت جلومرولونفرايتس اصلا عندك مشاكل في الكلى، ففي الحاله دي الجلوكوز احتمال ما يعديش وما ينزلش تحت اليورين. ده مش بس كده، اصلا لما يكون عندك مشكله في الكليه ده شيء طبيعي اصلا، بخلاف السكر او بخلاف اي حاجه الكثافه بتاعه البول اساسا بتبقى قليله، بمعنى صح حصل عمليه ديليوشن تخفيف. ففي الحاله دي الاختيار رقم دي هو الاختيار الصح. طب تعال نخش بقى، قال لك امتى بيقل؟ برضه في حالات لما يكون عندك مشاكل في الانابيب بتاعه الكلى، اكيوت جلومرولونفرايتس. طيب تعال نخش على السؤال رقم 24. بيقول لك عندك الانفيبوليك باسوي من كل، قال لك انت عندك الانفيبوليك باسوي من كل المركبات اللي جايه ديت، وعباره عن ايه؟ بكل بساطه ده عباره عن السيتريك اسيد سايكل، سيتريك اسيد سايكل. وعلى فكره خلي بالكم برده الجلوكونيوجينيز الصح، يعني الاثنين صح. طب في الامتحان خيارك بالواحده منهم اختار سيتريك اسيد سايكل، طيب جاب لك الاثنين وقال لك قول الظباط، لا اختار الاثنين، يبقى هنمشيها سيتريك اسيد سايكل لانه خيارك بينهم. طب قال لك اثناء عمليه المجاعه الكيتون بادز بتستخدم فين؟ قال لك المخ بيستخدم الكيتون بادز، تاني المخ بيستخدم الكيتون بادز كمصدر للطاقه بيتاقلم عليها، البرين مهم جدا عشان خاطر الام سي كيو. طيب هل بيستخدم الفاتي اسيد؟ قال لك لا ما هوش بيستخدم الفاتي اسيد، ما بيستخدمش الدهون اللي موجوده في جسمك. طب سببها ايه؟ تفتكر؟ لانك قال لك ما كانتش بتعدي البلاد برين بارير، يبقى هنا الاجابه هتبقى بي، البرين المخ. طيب السؤال رقم 26 بيقول لك عندك عمليه الجلوكونيوجينيز، عمليه تصنيع الجلوكوز بتقل بواسطه، قال لك بكل بساطه بتقل بواسطه الانسولين. طيب بتزيد باستخدام الجلوكاجون. طيب عاوز تحفظها؟ بكل بساطه الانسولين والجلوكاجون. الانسولين كان له جمله اسمها هايبو جلايسيميك افكت، اكتب معايا كده هايبو جلايسيميك افكت، يعني بمعنى صح بيقلل مستوى الجلوكوز. طيب عندك الثاني بقى قال لك لا هايبر جلايسيميك افكت، يبقى في الحاله دي الجلوكونيوجينيسيس معنى صح هايبر جلايسيميك، يبقى الاختيار بتاعنا اللي بيزود الجلوكاجون، طيب اللي بيقلل الانسولين، يبقى الاختيار رقم دي هو الاختيار الصح. طيب قال لك الرينال ثريشولد بيقل فين؟ الرينال ثريشولد معنى صح بيبدا يقل لما تحدث حاله الرينال جلوكوز يوري، الاختيار رقم سي هو الاختيار الصح. السؤال رقم 28 قال لك اي من هذه الانزيمات بنستخدمه عشان خاطر العمليه بتاعت الكليكوليسيس؟ ده سؤال مكرر وهو البيروفيت كاينيز، سؤال مكرر اتقال تقريبا 3 مرات لحد دلوقتي. طيب ايه المركب الوسطي اللي بينتج في النص اللي بناخد الطاقه منه عشان العضلات؟ ركز، اللي بيدينا الطاقه عشان العضلات معروفه الاي تي بي. طيب لما الاي تي بي في جسمك بيخلص، دي معلومه ليك بقى، في الحاله ديت بيحدث عمليه التنفس اللاهوائي انايروبيك اوكسيديشن، بينتج حمض اللاكتيك اللاكتيك اسيد. ليه؟ لان الطاقه اللي عندك في العضلات خلصت، يبقى بالتالي عندك الاختيار رقم سي الاختيار الصح الاي تي بي. طيب ايا من هذه الاعضاء بيتخزن فيها الجلايكوجين؟ لسه قايلها لك من شويه، خلايا الكبد وخلايا العضلات. الخلايا الكبد قال لك خلايا الليفر عشان تحافظ على معدل السكر في الدم، الجلوكوز في الدم. طب العضلات لا، عشان تنتج الطاقه السفول، فبالتالي الاختيار رقم دي هو الاختيار الصح. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك عندك عمليه الجلوكونيوجينيسيس بتحدث فين؟ قال لك العمليه بتاعه الجلوكونيوجينيسيس قال لك بتحدث فين؟ قال لك المكان بتاعها بيحدث فين؟ قال لك بتحدث في السيتوبلازم فقط. تاني الجلايكوجينيسيس معذره، ده هنا عمليه الجلايكوجينيسيس. طب الجلايكوجينيسيس تفرق عن الجلوكونيوجينيسيس؟ طبعا الجلوكونيوجينيسيس كنت انت بتصنع الجلوكوز، لكن الجلايكوجينيز فانت بتصنع الجلايكوجين، يبقى في الحاله ديت بتحدث السيتوبلازم. ركز عشان خاطر ما تتلبخش ما بين الاثنين دول. طب تعالى اديك حبه معلومات. عمليه الجلايكوجينيز او تصنيع الجلوكوز، قال لك الانزيم اللي بيتحكم فيها كان عندك انزيمين، هو الجلايكوجين سينثيز، وده كان اسمه كي انزيم لانه كان بيكون الربطه الفا من 1 ل 4 بوند، وكان عندك انزيم ثاني اضافي اسمه برانشنج انزيم بيكون الربطه الفا من 1 ل 6 بوند. اذا كده انا رجعت لك على كل حاجه فيها، يبقى تكوين الجلايكوجين بيحدث في السيتوبلازم او السيتوسول. طيب بيقول لك عندك ايه هو الناتج اللي بيطلع، او ايه هي النواتج اللي بتطلع من عندك الهكسوز مونوفوسفيت باسوي، او النواتج اللي بتطلع من عند
البنتوز باث واي، ايه النواتج اللي بتطلع منها؟ قال لك بكل بساطه عندك النات بي اتش والبنتوز شوجر، النات بي اتش والبنتوز شوجر. مهمه؟ مهم جدا السؤال ده يا دكتور. طيب الجلوكوز بيتنقل من خلال غشاء الخليه باستخدام بعض البروتينات او باستخدام بعض النواقل التي لا تعتمد على الانسولين، نون انسولين ديبندنت كارير ما عدا. طيب مبدئيا اصلا هو ايه كان الوحيد اللي عندك الانسولين ديبندنت كارير؟ كان اسمه جلوت 4، وانا بقول لك ايه نون انسولين ديبندنت كارير، يبقى هتختار اي واحد منهم ما عدا الجلوت 4. يبقى بالتالي عندك جلوت 1 و2 و3 في جلوت 4 تحت، يبقى اختارها بس رقم دي. طب لو قال لك في الامتحان اعكس بقى باي انسولين ديبندنت كارير، يبقى مش هتختار الا جلوت 4. طيب خش على اللي بعد كده، بيقول لك الجلوت 4، الجلوت 4 ايه هو اللي مطلوب عليه بعد كده؟ طب كمان معلومه كمان، اللي فوق دول بيتصنعوا فين؟ قال لك عندك الجلوت 1، قال لك ده بيتصنع في خلايا الدم الحمراء الار بي سيس والريتنا. طيب الجلوت 2 كان بيتصنع في الليفر والكيدني والبنكرياتيك سيل والسمول انتستين. طب الجلوت 3 كان بيتصنع في الليفر فقط. طيب الجلوت 4، قال لك الجلوت 4 بيبقى مكانه موجود في الهيتابوست تشو، صح. طب قال لك بيسهل انتقال الجلوكوز، طبعا ده بيسموه انسولين ديبندنت كارير. طيب قال لك اخر حاجه او الاختيار رقم سي، قال لك بينقل الجلوكوز من السيتوبلازم، او بمعنى صح بيطلع من السيتوبلازم بره يدخلها جوه غشاء الخليه باستخدام الانسولين. تمام، يبقى في الحاله ما هو بالك انسولين دي بنت تكرر، هو ده معناه السؤال رقم سي. يبقى بالتالي كل او كل اللي فوق ده، يبقى كل اللي اخترت اللي فوق الاختيار رقم دي. طيب عمليه الجلايكوليز بتعتبر هي المصدر الاساسي الوحيد للطاقه لخلايا الار بي سيز، وانا قلتها لك لان انت عندك الار بي سيز ما فيهاش ميتوكوندريا، يبقى هتجيب طاقتها منين؟ من الجلايكوليز. طب الجلايكوليز وقفت، البيروفيت كينيز ديفيشنسي، يبقى هيحدث انيميا وخلايا دم حمراء هتتكسر. السؤال ده مشهور بكل الصيغ بتاعته. طيب السؤال رقم 36، قال لك عمليه الجلوكونيوجينيز قال لك بتحدث فين؟ اكتب معاك الجمله ديت، بتحدث في السيتوبلازم، والميتوكوندريا بتاعت حاجتين، خلايا الكبد الليفر وخلايا الكليه الكدني. طيب تعال نشوف ايه اللي موجود منهم. قال لك عندك الاديبوس تيشو، لا. العضلات، لا. خلايا الكدني، صح، خلايا الكليه. يبقى لا اما الكليه لا اما الكبد، كدني والليفر، سيتوبلازم انت ميتوكوندريا اوف ذا كدني انت ليفر. طيب تفاعلات الجلوكونيوجينيسيس بتحدث فين؟ انا لسه لك من شويه في السيتوبلازم والميتوكوندريا بتاع الكيدني والليفر. طب هل بتحدث في السيتوبلازم فقط؟ في الميتوكوندريا فقط ولا في السيتوبلازم والميتوكوندريا؟ لا، في السيتوبلازم والميتوكوندريا. طيب السؤال رقم 38، قال لك ازاي تتحكم او تنظم في عمليه الجلوكونيوجينيسيس؟ هو بيتناسب عكسي مع ايه؟ قال لك بيتناسب مع عمليه الجلايكوليز. ما انت هتكون العمليه العكسيه، عاوز تصنع جلوكوز جلوكونيوجينيسيس، عاوز تكسر الجلوكوز عمليه جلايكوليز عشان تنتج منها الطاقه الاي تي بي. كنت بتنتج منها في حاله الايروبيك جلايكوليز من 6 ل 8 اي تي بي. طب في حاله الانايروبيك جلايكوليز يعني في غياب الاكسجين، كنت بتنتج منها 2 اي تي بي فقط. طيب عمليه او قال لك هرمون الانسولين، زي ما انت عارف ان هرمون الانسولين بيحفز عمليه الجلوكونيوجينيسيس. طيب وبعدين بيقلل عمليه الجلوكونيوجينيسيس، يعني بيحفز التكوين وبيمنع التكسير. يبقى قال لك رقم واحد بيحفز تكوين الجلايكوجين، قال لك صح، ما انا قاعد بقول لك جلايكوجينيز. طيب بيمنع تكسيره، صح برضه، ده انا قايلها لك لسه بنص من شويه. طب بيمنع التكوين وبيحفز التكسير؟ لا. طيب بيمنع التكوين والتكسير؟ لا، ده هو بيحفز التكوين وبيمنع التكسير. يبقى الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصح؟ بيحفز التكوين، يبقى انت عندك في الحاله ديت جلايكوجينيز. طيب بيمنع التكسير، يبقى بيمنع الجلايكوجينوليز، يبقى الاختيار رقم هو الاختيار الصح. طيب السؤال رقم 40، قال لك نشاط انزيم الجلايكوجين سينثيز. طيب الانزيم بتاع الجلايكوجين سينثيز قلت لك عليه فوق كل حاجه، قال لك ده عباره بيدخل في عمليه تصنيع الجلايكوجين، جلايكوجينيز. طيب ده كي انزيم بتاع العمليه ديت كلها، وكان بيكون الرابطه الفا من 1 ل 4 بوند. طب تعال نشوف الاختيارات. قال لك بيقل عن طريق الارتباط بواسطه الفركتوز 2.6 باي فوسفيت، ما تذكرش اصلا ده عندنا في الاختيارات، او ما تذكرش عندنا في المنهج، يبقى ارميه في الزباله ولا كانك شفته. طب قال لك بيزود النشاط بتاع الجلايكوجين. طيب قال لك اقصد بيزيد باستخدام النشاط بتاع الجلوكاجون، لا، ده اللي كان بيزود العمليه كان بتقل باستخدام الجلوكاجون. الجلايكوجينيسيس كان بيزيد باستخدام الانسولين وبيقل باستخدام الجلوكاجون. طب قال لك بيزيد باستخدام الانسولين، صح، ما ديت عمليه الجلايكوجينيسيس، عمليه تكوين وتصنيع الجلايكوجين. بالاختيار رقم سي هو الاختيار الصح. ديت كاني بقول لك بالظبط عمليه الجلايكوجينيز، عمليه تكوين وتصنيع الجلايكوجين. طب السؤال رقم 41، قال لك بالنسبه لعمليه الجلايكوجينيز، عمليه تصنيع الجلايكوجين، كل هذه العمليات او كل هذه الجمل تعتبر صحيحه ما عدا رقم 1. قال لك بيحتاج بروتين اسمه جلايكوجينين اللي مسؤول عن تصنيع الجلايكوجين، صح، ما هو كده انت بتصنع جلايكوجين في الاخر.
طب قال لك بتتنشط باستخدام الانسولين والجلوكاجون ريشو، برضه صح، كل ما كان نسبه الانسولين اعلى كل ما العمليه ديت اتنشطت. طب قال لك بيحتاج جلايكوجين سينثيز انزيم، ده من الانزيمات الاساسيه في العمليه. طب قال لك بيتم في خلايا الدم الحمراء، لا قلت لك ان الجلايكوجين لا بيتصنع في خلايا الدم الحمراء ولا بيتصنع في خلايا المخ، لا في البرين ولا في الار بي سيز، يبقى بالتالي الاختيار رقم دي هو الاختيار الصحيح. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك بيقول لك انت عندك الليفر جلايكوجينوليسيس بيتميز بيه، قال لك رقم واحد ان هو بينتهي باللاكتيت، لا ما كانش لها علاقه، ده بيقول لك بنصنع الجلايكوجين. طب بيتنشط باستخدام الادرينالين والجلوكاجون، صح، تكسير الجلايكوجين بيتنشط باستخدام الادرينالين والجلوكاجون، تصنيع الجلايكوجين بيتنشط باستخدام الانسولين. طيب قال لك بيقف او بتوقفه عمليه الفاستنج ستيت، لا ده انت لما كنت بتيجي صايم كنت بتكسر كل الجلايكوجين اللي في جسمك عشان تاخد منه الطاقه وتحوله لجلوكوز، اذا لا ده انت بتنشط تكسير الجلايكوجين، بتنشط الجلايكوجينوليز. طب قال لك ما انتش مواش بيدي الدم بالفري جلوكوز، ده هي اصلا بتحصل عشان تدعم الدم بالجلوكوز، يبقى الاختيار الوحيد الصح هو الاختيار رقم بي، بيتم تنشيطه باستخدام الادرينالين والجلوكاجون. طب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده، وقال لك كانت بتحدث باستخدام عندك انزيمين، انزيم اسمه جلايكوجين فوسفوريليز، وده كي انزيم بتاع العمليه ديت، وده اللي كان بيكسر الالفا من 1 ل 4 بوند، وانزيم اسمه تبرانشنج انزيم، وده كان بيكسر الفا من 1 ل 6 بوند، ده اللي كان بيكسر الروابط اللي بتبقى موجوده في الجلايكوجين. طب السؤال رقم 43 قال لك الابنفرين هو الادرينالين والجلوكاجون لهم التاثير الاتي على الجلايكوجين، بكل بساطه ده بيحفز التكسير بتاع الجلايكوجين، عظيم جدا عظيم. تعال بقى نشوف، يعني بمعنى صح بينشط الانزيمات اللي بتنفذ عمليه تكسير الجلايكوجين اللي هم كانوا عباره عن انزيمين جلايكوجين فوسفوريليز ودي برانشنج انزيم. طب تعال نشوف بقى، قال لك بتصنع جلايكوجين، لا ده انا بقول لك بتكسره، يبقى الاختيار رقم ايه خطا. طب قال لك بتحفز جلايكوجين فوسفوريليز وما هياش بتحفز الجلايكوجين سينثيز، معنى الجمله دي ايه؟ بيحفز ان الجلايكوجين فوسفوريليز يعني بينشط تكسيره، الانزيم المسؤول عن التكسير بيحفزه. طب بيوقف الجلايكوجين سينثيز، جلايكوجين سينثيز كان بيكون الجلايكوجين فعلا، هو بيكسره ما هواش بيكونه، يبقى الاختيار رقم بي هو الاختيار الصحيح. طيب السؤال رقم 44 قال لك الجلوكاجون له احد التاثيرات الاتيه. طيب رقم واحد قال لك هل هو بينشط قال لك بينشط الجلايكوجين فوسفوريليز، لا طبعا ده الجلوكاجون، ما انا قلت لك عندك الجلوكاجون والادرينالين كان وظيفتهم بيكسروا الجلايكوجين، جلايكوجينوليز، يبقى الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصح. طب بيزود تصنيعه؟ لا طبعا، بيزود الانزيم المسؤول عن تصنيع الجلايكوجين، جلايكوجين سينثيز، لا، قال لك بيوقف السايكليك اي ام بي اللي بيعتمد على البروتين كايناز، ما كانش معانا اصلا في الاختيارات، يبقى الاختيار رقم ايه؟ بينشط الجلايكوجين فوسفوريليز، ولو قال لك بينشط الدبرانشنج انزيم صح، ولو قال لك فول ادرينالين الجلوكاجون والادرينالين برضه صح. طيب السؤال رقم 45 قال لك الانزيم المسؤول عن عمليه الجلايكوجينيز، قال لك انزيم اسمه جلايكوجين سينثيز، كان بيكون الرابطه الفا من 1 ل 4 بوند. طيب الانزيم الاساسي في عمليه تكسير الجلايكوجين جلايكوجينوليز، قال لك انزيم اسمه جلايكوجين فوسفوريليز، ده كان بيكسر الرابطه الفا من 1 ل 4 بوند. طيب قال لك الانزيم اللي كان بيكسر اللي كان بيكسر الكربوهيدرات والجلوكوز والسكر والحاجات ديت كلها المركبات، وكان بيكسر النشا والستارش السليفر اميليز، قال لك ايه الايونات اللي بتحفز الانزيم ده؟ قال لك ايون اسمه كلورايد، ايون الكلوريد، وده سؤال محاضره على فكره جه عندك، الثلاث اسئله دولت ثلاث اسئله محاضره الدكتوره ذكرتهم عندك في المحاضره. طب قال لك ما بين الوجبات بتحافظ على مستوى الدم باستخدام رقم واحد ايه اللي كان بيحافظ على الدم او ايه اللي كان بيحافظ على الجلوكوز في جسمك؟ الليفر جلايكوجين ولا المصل جلايكوجين؟ الليفر جلايكوجين كنا بنستخدمه عشان نحافظ على مستوى السكر في الدم، طب المصل جلايكوجين كنا بنستخدمه علشان ننتج الطاقه. طب تعال نشوف، قال لك يبقى انت عمليه الجلايكوجين تكسير الجلايكوجين في الليفر ولا في العضلات؟ لا في الليفر، ما انا قلت لك الليفر هو اللي بيحافظ على الجلوكوز في الدم، لكن العضلات هو بينتج الطاقه فقط، يبقى الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصح. طيب الفركتوز بيمتص فيه السمول انتستين بواسطه، قال لك باستخدام ناقل او باستخدام ترانسبورتر او كارير اسمه جلوت اس. طب الفركتوز ركز بقى معايا، بقيه الناقل الثانيه بتستخدم او بتنقل الجلوكوز ما عدا حاجتين، ناقل اسمه جلوت اس وده بينقل الفركتوز، ورابط اسمه اس جلوت 1 بينقل الجلوكوز والجلاكتوز. يبقى لو سالك ايه اللي بينقل الفركتوز؟ جلوت اس. طب ايه اللي بينقل ايه اللي بينقل الفركتوز والجلوت اس؟ طب ايه اللي بينقل الجلاكتوز؟ هو الاس جلوت 1. وكمان معلومه ليك كمان ان الجلوت اس بيبقى موجود في السمول انتستين
والخصيه التستس. طيب السؤال رقم 50 بيقول لك عندك الانزيم اللي بيكسر الكربوهيدرات في الفم، معنى ان قلت لك في الفم او معنى ان قلت لك في الماوس، يبقى انا كده بتكلم لك على انزيم اسمه ساليفاري اميليز. كان الانزيم ده بيشتغل عند بي اتش كام؟ قال لك كانت 6.7. طيب الانزيم اللي بيكسر الكربوهيدرات في الامعاء السمول انتستين، يبقى انا كده بتكلم على انزيم البنكرياتيك اميليز، ده كان بيشتغل عند بي اتش كام؟ 7.1. طب خش لي على اللي بعد كده، قال لك عمليه الايروبيك جلايكوليز. مبدئيا عاوزك تعرف لي عنها ايه. قال لك عمليه الايروبيك جلايكوليز كان الناتج بتاعها النهائي من 6 ل 8 اي تي بي، وطيب كان بيحدث فيها ميتوكوندريال شاتلز. طيب ما كانش بيوجود، ما كناش بنحتاج فيها انزيم اسمه لاكتيد هيدروجينيز. يبقى عرفنا ثلاث معلومات، من 6 ل 8 اي تي بي بنستخدم فيها ميتوكوندريال شاتلز، ما احناش بنحتاج انزيم اللاكتيد دي هيدروجينيز. طب تعالى نشوف الاختيارات. قال لك رقم 1 بتحدث في السيتوبلازم وبتنتج لك 2 جزء من حمض البيروفيك وطاقه ونات اتش اتش، صح الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصح؟ طب تعالى نشوف بقى الاختيارات. قال لك بيحدث في الميتوكوندريا ودي عباره عن بتحول حمض البيروفيك الى ستالكو ايه، لا ده دي كانت الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. طب بيحصل ميتوكوندريا وبتاكسد الاستايل كو ايه، لا ده ديت كانت دوره كريبس، كريبس سايكل، عشان تطلع في الاخر سي او 2 وميه وطاقه. طيب يبقى الاختيار رقم ايه والاختيار الصح؟ طيب الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، لا ده بتحصل ميتوكوندريا انك بتحول حمض البيروفيك الى حمض الاستايل كو ايه، كانت البريباراتوري ستيج العمليه التمهيديه عشان تدخل دوره كريبس. طيب دورة كريبس بقى بتحدث في الميتوكوندريا كنت بتاكسد الاستايل كو ايه عشان تاخد في الاخر ثاني اكسيد الكربون وميه وطاقه انرجي. طب السؤال رقم 45 بيقول لك عندك ايا من هذه الاختيارات بالنسبه لعمليه الباسف ترانسبورت صحيح. مبدئيا انت عندك عمليتين للنقل بتاع الجلوكوز وهما عباره عن الباسف ترانسبورت والاكتف ترانسبورت. باسف ترانسبورت يعني بيحدث في اتجاه الكونسنتريشن جراديانت، يعني بمعنى صح انت نازل الكوبري، فبالتالي ما انتش هتدوس بنزين كتير فما انتش هتحتاج طاقه كتير، يبقى برضه ما انتش بتحتاج طاقه. واخر حاجه قال لك بتحتاج نواقل وكاريرز. طيب بالنسبه للاكتف ترانسبورت اعكس كل كلمه قلتها لك، بتحدث عكس الكونسنتريشن جراديانت، بتحتاج طاقه، بتحتاج اي تي بي. طب تعال نشوف الاختيارات. انا بقول لك ايا من هذه الاختيارات صحيح بالنسبه لي الباسيف. طب تعال نشوف، قال لك ان الابزوربشن بيحدث عكس الكونسنتريشن، عكس الكونسنتريشن جراديانت، لا ده كان بيحدث في اتجاه باتجاه الكونسنتريشن جراديانت. طيب قال لك الطاقه بتتطلب الجلوكوز ان هو يتنال، لا يعني ما انتش بتتطلب طاقه، ده احنا كنا بنقول ما هياش بتحتاج طاقه، نو انرجي. طب بتحدث في عكس اتجاه الكونسنتريشن جراديانت، لا برضه. طيب قال لك ما هياش بتحتاج طاقه فعلا، انا بقول لك باسف، باسف يعني غايب، تبقى الطاقه غايبه، يبقى doesn't need ATP عشان تميزها كده في الامتحان. طيب السؤال رقم 56 ايا من هذه الجمل او كل الجمل ديت صحيحه عن الاكتف ترانسبورت ما عدا الاكتف ترانسبورت. رقم 1 بيحدث عكس الكونسنتريشن جراديانت، صح يعني بيتحرك من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى، انت طالع فوق الكوبري، طالع الكوبري، طالع المنحطر وبتدوس بنزين كتير جدا، يبقى هتحتاج طاقه كتيره جدا، انرجي ريكوايرنج بروسيس. طب بتحدث عكس الكونسنتريشن جراديانت، برضه صح. طب قال لك ما هياش بتتطلب طاقه، لا ده كانت الباسيف التي لا تحتاج الى طاقه، يبقى بالتالي الاختيار رقم دي هو الاختيار الصحيح. طب مصدر الجلوكوز اللي بيبقى موجود في دمك، بتاخده من الغذاء، من الدايت، او بتاخده من الجلايكوجين، او بتاخده من بعض المركبات الاخرى التي لا تحتوي على كربوهيدرات، بتاخده من الثلاثه، يبقى الاختيار الصح اول اوف ذا ابوف. طيب لما نيجي نتكلم على الليفر جلايكوجين وهنيجي نتكلم على المصل جلايكوجين، فبيقول لك عندك انك عندك الليفر جلايكوجين ده بيدي البلاد جلوكوز. خليك معايا كده يا باشا ثانيه واحده عشان اجيب لك، ارجع لك الحته بتاعه الليفر جلايكوجين والحته بتاعه المصل جلايكوجين كامله. طب تعالى نشوف بقيه الاختيارات. بيقول لك عندك ان الليفر جلايكوجين رقم 1 بيديك جلوكوز ولا بيديك لاكتيك اسيد ولا ولا انت عندك الجلوكاجون ما بيأثرش عليه ولا ما هوش بيستخدم في الاستارفيشن، لا الليفر جلايكوجين بيديك البلاط جلوكوز في الدم، كنا بكل صدق بنستخدمه عشان نحافظ على الجلوكوز اللي موجود في الدم. طيب كل الجمل الاتيه بالنسبه للمصل جلايكوجين صحيحه ما عدا، قال لك رقم 1 بيديك جلوكوز، لا ما هوش بيحافظ على الجلوكوز في الدم، ده كان بينتج طاقه، يبقى الاختيار رقم ايه هو الاختيار الصح. طب هنيجي نشوف بقى بقيه الجمل الصحيحه اللي احنا بنقول، بيديك حمض اللاكتيك، صح في خلايا العضلات لما الطاقه بتاعتك بتقل ففي الحاله ديت بينتج عندك حمض اللاكتيك. طيب عندك الجلوكاجون ما بيأثرش عليها عشان مستقبلاته غايبه في المصل جلايكوجين، صح. ما هوش بيتأثر في الاستارفيشن، صح برضه. ما انا بقول لك هو مالوش علاقه اصلا بالاكل والتغذيه والحاجات دي كلها، هو له علاقه فقط بالطاقه اللي موجوده في العضلات، يبقى الاختيار رقم ايه برضه هنا هو الاختيار الصحيح. تعالوا بقى ارجع لكم الحته اللي هي بتاعه المصل جلايكوجين والحته بتاعه الليفر جلايكوجين. بكل بساطه انا عاوز اقارن لك ما بين الليفر جلايكوجين، اقارن لك ما بين الليفر جلايكوجين واقارن لك ما بين المصل جلايكوجين.
رقم واحد الليفر جلاكوشن الحجم بتاعه او الكميه بتاعته اقل من المصل جلاكوشن. طيب التركيز بتاعه قال لك لا الليفر جلاكوشن كان 6%، المصل جلاكوشن 1%. طب قال لك الليفر جلاكوشن بيدي الدم بلاد جلوكوز ومركبات اخرى كتيره جدا. طب قال لك لما بتكسرهم، قال لك لما بتكسر الليفر جلاكوشن بتطلع بلاد، بلاد بتطلع سكر او بتطلع جلوكوز. طب المصل جلاكوشن لا كان بيطلع حمض اللاكتين. طب في المجاعات الليفر جلاكوشن كان افكتد بيتاثر، المصل جلاكوشن ما كانش بيتاثر نون افكتد. طب في حاله التدريبات الليفر جلاكوشن بيتاثر والمصل جلاكوشن بيتاثر. طب الانسولين قال لك كان بيأثر على الليفر جلاكوشن وبيأثر على المصل جلاكوشن. طيب كان عندك بقى حاجه مهمه جدا في المصل جلاكوشن، كان الجلوكاجون ما بيأثرش فيها. ليه؟ لان بكل بساطه المستقبلات الريسبتورز بتاعته ما كانتش موجوده في المصل جلاكوشن. كده احفظ لي بتاعه المصل جلاكوشن والليفر جلاكوشن مهمه جدا زي اسمك. طيب اخيرا يا سيدي السؤال رقم 60، الفلورايد. قال لك الفلورايد ده بيعمل ايه؟ قال لك الفلورايد ده بيعمل انهيبيشن لانزيم الانوليز اللي كان بيتاي في الحاله ديت بيوقف العمليه بتاعه الجلايكوليز. وده سؤال مهم جدا عشان خاطر الام سي كيو كان مستخبي في المحاضره، فبالتالي هنختار الاختيار رقم سي بتاع الانوليز. طيب قال لك لما يبقى موجود اكسجين البيروفيت بيتحول الى، معنى انك انت موجود عندك هنا اكسجين وين ذا اكسجين سبلاي از ان اتيكوت. يعني ايه اتيكوت؟ يعني ما هوش متوفر، يعني عمليه بتحدث في غياب الاكسجين. In the absence of the O2 في الحالة ديت يبقى ديت anaerobic glycolysis، هينتج حمض اللاكتيك، كان بينتج كمان عنها الطاقة المنتجة بينتج عنها 2 ATP. طيب لو في وجود الأكسجين aerobic glycolysis بينتج عنها من 6 إلى 8 ATP. طيب تحت السؤال اللي تحت على طول قال لك الانايروبيك جلايكوليز بينتج عنها كام اي تي بي؟ كنا قلنا بينتج عنها 2 اي تي بي لانها بتحدث في غياب الاكسجين، وبينتج عنها حمض اللاكتيك اللاكتيك اسيد. طيب قال لك الكاتاليتيك اكتيفيتي بتاع انزيم السليفاري اميليز بيتنشط بواسطة ايون، قلت لك فوق ايون الكلورايد، وده كان سؤال محاضره. طيب التاثير بتاع السليفاري اميليز على الاسترش على النشا، كان بيكسر النشا الى الديكسترين، ده اللي موجود عندك في المحاضره، وبيكسرها كمان الى المالتوز، وده اللي ما اتذكرش عندك في الامتحان. لو جاب لك الاثنين اختار الاثنين، يعني بص اوف ذا باف المالتوز والديكسترين. طب لو جاب لك بقى واحده منهم، لو ما صح جاب لك الديكسترين مع اي حاجه تانية بخلاف المالتوز، لا اختار الديكسترين فقط لان هو اللي اتذكر عندك في المحاضره. يبقى هنا الاختيار رقم سي صح لانه بيكسر ولا مالتوز وديكسترين. طب غير كده اختار الديكسترين بس. طب قال لك تحت تاثير الايروبيك كونديشن، يعني معنى صح في وجود الاكسجين كم عدد اي تي بي بينتج؟ لا بينتج من 6 ل 8 اي تي بي، يبقى في الحاله ديت 8 اي تي بي، وكان ينتج عندك كان بيكون حمض البيروفيك. التنفس الهوائي في وجود الاكسجين حمض البيروفيك و6 ل 8 اي تي بي، التنفس الهوائي في غياب الاكسجين حمض اللاكتيك 2 اي تي بي. طيب اللونج تشين فاتي اسيد، قال لك اول خطوه بيتنشط فيها، قال لك بيتنشط فين؟ اللونج تشين فاتي اسيد رقم واحد بيتنشط عندك في السيتوبلازم، وبعد كده بيتشال بواسطه كارير الكارنيتين ويخش عندك جوه الميتوكوندريا عشان تحدث البيتا اوكسيديشن. يبقى في الحاله ديت بيحدث في السيتوبلازم او عندك بيحدث في السيتوسول. طيب بيقول لك بعد كده الانزيم اللي اسمه اسايل سنسيتيز كو اي، قال لك بيحول الفاتي اسيد الى الفاتي اسيد الى بيحوله الى اكتف فاتي اسيد او اكتف فاتي اسايل باستخدام الطاقه اسمها ايه؟ قال لك باستخدام الاي تي بي. طب الانزيم اللي بيكون موجود بقى والانزيم بتاع البيتا اوكسيديشن بيبقى موجود فين؟ انا قلت لك انك عندك بس انت البيتا اوكسيديشن بتحدث في الميتوكوندريا، او بمعنى صح بتنشطها الاول بره وتدخلها جوه غشاء الميتوكوندريا. اذا الانزيم بتاعها هيكون موجود جوه الميتوكوندريا في الميتوكوندريا. خلي بالكوا كتير ممكن يتلبك ويقول لك سيتوبلازم، لا هي العمليه الاساسيه بتحدث جوه الميتوكوندريا. كنا بنشتري اللونج تشين فات اسيد باستخدام الكارنيتين وندخله جوه عشان نحدث في الميتوكوندريا. طب السؤال رقم 69 قال لك الكارنيتين ده بيتصنع فين؟ قال لك ده بيتصنع او بيحتوي على كميه كبيره جدا من مجموعه من الاحماض الامينيه وهو اللايسين والميثيونين، وكان بينقل اللونج تشين فات اسيد من السيتوبلازم الى الميتوكوندريا، وبينقل الاستايل كو اي من الميتوكوندريا الى السيتوبلازم. عظيم جدا عظيم جدا يا شباب. اخر سؤال معانا سؤال رقم 70 في الفيديو بتاعي النهارده، قال لك اللونج تشين فاتي اسيد بيخترق جدار الميتوكوندريا الممبرين، كان بيتشال باستخدام كارير جميل جدا على ظهره بيقول له تعالى انا مش هسيبك، ويدخله جوه غشاء الخليه وهو الكارنيتين. وبالتالي السؤال رقم الاختيار رقم سي هو الاختيار الصح. كده احنا خلصنا اول فيديو من فيديوهات المراجعه، في رعايه الله يا شباب ربنا معاكم.